وناخذ علي من البصرة. أمية هلا علي، حياك الله علي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتنا لك يا علي. ويا بلد مواليد 5/5/1973. 5/5/1973، وشخصية الثورة متجسدة بيك بشكل كبير جدا يا علي. نعم نعم. زوجتي 4/12/81. 4/12/81، مولودة الدجاجة. أن الحظ أطلب بلد أحمد، شو الحظ كيف لو معكم هم تتوي يعني ورز. لا إن شاء الله أكو، بس أنت تصنع حظك بنفسك، أنت مولد برج الثور والبقرة. هس راح أجابك إن شاء الله. تحياتنا إلك يا علي، شكرا جزيلا إلك. علي من البصرة 5/5/73 يسأل بشكل عام ويقول حظوظ ماكو، حظوظ مو حظوظ ماكو، لا أنت تصنع حظك بنفسك. برج الذئب أنت بالأبراج الهندية، والذئب يتعب بحياته ويبذل مجهود حتى يحصله. وبالأبراج الصينية أنت شخصية أو صفات الثور يعني متجسدة في شخصيتك بشكل كامل من خلال البرج الصيني ومن خلال البرج البابلي. تتعب وتحصل، ما تجيك الحظوظ بشكل سهل نهائيا. بالنسبة لزوجتك 4/12/1981، لا صعبة صعبة، هاي برج الدجاجة وبنفس الوقت برج القوس، لا هاي يحتاج إلى قلب كبير ويحتاج شوية. أنت عندك ألفاظك جارحة وهي أيضا ألفاظها جارحة، يعني هذا الشيء، هذه إذا قدرتوا أن تستغنوا عن هذه الصفة اللي أقدر أسميها سيئة بيناتكم، ممكن تمشي حياتكم بشكل جيد.